إذا فعليا إذا أردت أن أقوم بإنتاج باك إند أو تصميم قاعدة بيانات لهذه الفرونت إند، فأنا أحتاج تيبل للأرتيكلز وتيبل أيضا لليوزرز. فاليوزرز فيكون لها ID، إيميل، يوزر نيم، ربما لا داعي إذا كان الإيميل هو اليوزر نيم أو الأيدنتيفاير، يعني لا داعي ليوزر فيرست نيم، لا داعي ليوزر نيم ولاست نيم وباسورد. الباسورد يجب أن تكون إنكريبتد، يعني هذا فقط. هذه المعلومات يفترض أن تظهر هنا في الملف الشخصي. لا أعرف إذا أنتجت أنا هذه الصفحة أم ليس بعد، نعم أنتجتها لكن لم أضع فيها معلومات يعني دايناميك، وضعت فيها أي شيء أو بليس هولدرز يعني بليس هولدر. أوكي، فبالنسبة للأرتيكل فدعني أرى الأرتيكل، أعتقد تايتل، ديسكريبشن، كونتنت وتعديل. إذا تايتل، ديسكريبشن، كونتنت، author هنا وكاتيجوري وكيوردز. إذا كاتيجوري، author، keyword وكاتيجوري. فإذا هذا مشروع مبسط جدا، بالتأكيد يمكن أن نربط هذا الشخص مع اليوزرز بحيث يكون الشخص الذي سجل الدخول هو الشخص الذي يكتب المقالات. لكن إذا كتبت هذا الموضوع في حالة إذا فكرت بهذه الطريقة، فيجب أن يكون لي كالتالي: الارتيكلز يجب أن يكون فيها تايتل، طبعا بالتأكيد يجب أن يكون لها ID، يعني هذا موضوع أساسي، description، content و author ID و keywords و category. وبالنسبة لليوزرز يجب أن يكون لدي ID، email، first name و last name و password، بحيث أن هذا المؤلف يقوم بماتش لهذا الID، وبالتالي أنا ربطت الجدولين معي بهذه الطريقة. طبعا هذا لاحظوا أنا فقط أفكر، يعني هذا ليس شيء موجود على الواقع، يعني لم نطبقه بعد، لكن أنا أفكر بهذه الطريقة. فبهذه الطريقة سيتعقد قليلا مشروعنا، لأن في هذه الحالة عندما يقوم الشخص بتسجيل الدخول يجب أن يتم عرض له مقالاته، وعندما يتم الإضافة يجب أن يتم إضافة مقالته، وبالتالي هنا نحن قمنا بماذا؟ نحن قمنا بإنشاء users، قمنا بإنشاء users يعني المؤلفون، هؤلاء اليوزر هم المؤلفون فعليا للمقالات أو كتاب للمقالات. فيبقى لدينا هنا، أنا نضيف هنا account لسوبر يوزر، يعني سيكون لدينا حقا للسوبر يوزرز أو جدول منفصل للسوبر يوزرز. لكن لا أريد أن يكون مشروع بهذا التعقيد، لا أريد أن يكون بهذا التعقيد فعليا، فأنا فقط أريد أن نبقيه على هذه الحالة، ولاحقا يمكن أن نضيف جدول اسمه سوبر يوزرز. سوبر يوزر يقوم بعرض كل شيء الذي كتبه كل الناس، يعني هذا الشيء الذي أفكر. ممتاز. فإذا الآن إذا قمت أنا بإنتاج هذه القاعدة، عفوا لنرى أين يمكننا أن نكتب هذا، إذا قمت بإنتاج هذه القاعدة، فهذه ستكون الداتابيس التي فيها جداول الارتيكلز أو جدول الارتيكلز وجدول اليوزرز، فقط جدولين. فهذه القاعدة البيانات يمكن أن نفكر، لدينا هنا لاحظوا تذكروا أن لدينا هنا تطبيق Next.js، فأنا أريد وصل هذه القاعدة البيانات مع Next.js، فهناك طريقة فعليا للوصل مباشرة، لكن لا يتم تفضيل هذه الطريقة، فلابد أن نضع الشيء هنا نضع الشيء حتى يتم التواصل معه من نقاط API Next.js. لأن كما تتذكرون هنا بالـ API، أين هي؟ أين وضعت الـ API؟ بالـ Articles API Route. هنا لاحظوا عندما جلبنا article واحدة طلبنا من الـ Array التي لدينا، فهنا يفترض أن نطلب من الـ Database التي لدينا، لكن كيف سنطلب من الـ Database؟ طبعا الخيالية التي سننشئها بعد قليل. كيف سنطلب من هذه الـ Database؟ إذن هذا هو السؤال. فالشيء الذي يمكن أن نقوم به هو أن ننشئ Backend منفصلة لهذا الموضوع، نضعها هنا. إذن Backend منفصلة تتصل مع قاعة البيانات، والـ Next.js تطلب من هذه Backend. هذه الباكند يمكن أن تكون أي شيء على الإطلاق. ربما ستتفاجئون إذا قلت أنها يمكن أن تكون أي شيء، يمكن أن تكون تطبيق نود عادي فيه إكسبرس،
وفقط إكسبرس أو أي شيء مقابل. يمكن أن يكون تطبيق PHP، يمكن أن يكون ووردبريس التي هي PHP أصلا، فيمكن أن يكون أي شيء، أي شيء فعليا، يمكن أي شيء فعليا يساعدنا على إنشاء نقاط API يمكن أن يتم طلبها. فإذا هنا هذا الشيء الذي سنضعه هنا، يجب أن يتواصل مع الداتابيس عندما يتم طلبه من أشياء من أماكن أخرى، من أنظمة أخرى، يقوم هذا الـ API باستجابة معينة يتم تحليلها من الأطراف الأخرى، الأنظمة الأخرى التي في حالتنا هي Next.js، يعني هنا مثلا. طيب، فإذا الآن بقي الخيار على هذا الموضوع، هل نختار هذا، 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 أو أي شيء آخر، يعني ليس في بالي الآن. فعليا يمكن أن ننشئ هذه النقطة، يمكن أن ننشئ PHP هنا. ووردبريس سيكون يمكن، على فكرة يمكن بووردبريس، هذا شيء أعتقد القلائل يعرفونه أنه يمكن التطبيق هذا بووردبريس، لكن سيحتاج الكثير من البرمجة التي لا أريد أن أتعب نفسي بها. فإذا هنا النود، سأتحدث عن نود قليلا هنا. نود إكسبرس يمكن أن ننتج ذلك بنود إكسبرس بكل سهولة على فكرة. نصل مع قاعدة البيانات بطريقة هنا، لكن سنحتاج باكيجز للوصل مع قاعدة البيانات وإنشاء نقاط الـ API بإكسبرس. لكن أعتقد أن هذه الطريقة يعني لا أريد الخوض بها، لأنه يوجد بالقناة فيديو عن إكسبرس وهذا. فبالنهاية سأختار تطبيق PHP لنرى كيف يبدو ذلك فعليا، أو ربما نرى كيف يمكن مباشرة طلب قاعدة البيانات من هنا. لكن بداية علينا أن نقوم بإنشاء هذه الداتابيس التي فيها الارتيكلز، جدول الارتيكلز، والتي فيها جدول اليوزرز. فهذه PHP ماي أدمن، نريد إنشاء الداتابيس. فبداية سنسميها، ماذا نسميها؟ نسميها Next.js Database أو Next.js Dashboard Database. وبالنسبة لهذا الموضوع أنا تحدثت عنه، يعني هذه نسيت ما اسمها، collation type أعتقد. هذا يجب أن تختار UTF-8 حتى تدعم اللغة العربية. طبعا ملاحظة هامشية أن بعض الأشخاص مثلا يستخدم مواقع، يستخدم سكريبتس مكتوبة من أشخاص أجانب أو أشخاص ليسوا عرب أو لا يتكلمون العربية، فماذا يفعلون؟ يقومون باختيار مثلا سلسلة محارف نسيت اسمها الرائجة فعليا، التي أجدها دائما في كل مكان، في أغلب التطبيق، في أغلب قواعد البيانات التي لم تكتب، يعني ليست عربية، نسيت ما هي حقيقة. فالشيء الذي يحدث أن عندما تدخل أنت الكلمات العربية بالقاعدة البيانات تظهر على شكل رموز، والسبب أنك لم تدخل المحارف بشكل صحيح. هذه يجب أن تكتب UTF-8، يمكن General CI أو Unicode، هذا Unicode CI أعتقد، هذا نسيت حقيقة، هذا General أو Unicode. لاحظوا كل القواعد بيانات لدي هنا General، يمكن أن تختار General أو Unicode، لا مشكلة. Then Create. الآن نريد أن ننشئ Table. طبعا التابل الذي نريد إنشاءه فعليا، نعم، دعوني أسميه جدول الارتيكلز. سأكتب هنا articles و number of columns 4، ليس 4 فعليا، 1 2 3 6 7. نعم، الآن يمكن أن ندخلها، لاحظوا، بهذه الطريقة، أو يمكن أن نستخدم لاحظوا لم يتم إنشاء هنا، يمكن أن نستخدم هذه الطريقة أو يمكن أن نستخدم الكويري. أنا أفضل الكويري، ودعونا نخطئ بكتابة الكويري. اهلا وسهلا بكم في التجارب. فاذا create table، هذه الطريقة table. بالنسبة لأوامر SQL دائما كتبتها small letter، capital letter، لا مشكلة، لكن يفضل أن تكتب الأوامر بالcapital letter وأشياء أخرى بsmall letter. تالي هنا create table هي جزء من الأمر، وبالتالي أنا سأكتبها small letter. create table نسميها articles، ما رأيكم؟ نسميه articles أو نعطيه بادئة، ما رأيكم؟ مثلا نعطي بادئة next، مثلا nx يعني next، وهنا نضع ماذا نسميه، هذا underscore، ثم اسمه articles،
هكذا اسم الجدول. طبعا هذا الجدول سنضع فيه كولوم، جيد؟ فإذا الأول هو int id الذي سيكون integer، سيكون auto increment بحيث أن طلع انظروا كيف قاموا باقتراح لنا، فإذا primary key ممتاز. ثم comma، الآن title سيكون هو عبارة عن varchar، varchar يعني variable character length، يعني يمكن أن تكون مثلا هذه ال يعني يمكن أن يكون هذا التايتل فيه 255 كاركتر، يعني محرف، محرف يضم الحرف، يضم النمبر رقم، ويضم المحارف الخاصة مثل هاش داش هذه الأشياء. فنحن سنكتب، ما رأيكم تايتل يجب أن يكون 200 كاركتر، يفترض أكثر من 160 أو حتى 80، لا يجب أن يكون أكثر من ذلك. description يجب أن يكون أيضا varchar، والطول له 255 أو 160، 160 ليس description يجب أن يكون شيء بسيط قصير. أما بالنسبة للcontent فسيكون long text، أكيد أكيد الcontent long text، لأن سنكتب، نحن لن نكتب بس، لكن يعني فكرة أن المقالة يجب أن يكون نصها طويل. الother id سيكون integer أكيد. keywords، لاحظوا الكيوردز يمكن أن نوصلها بجدول منفصل، لكن يعني هذا سيزيد من تعقيد بنائنا، وبالتالي يعني أنا كنت أفكر بهذه الطريقة دائما، أن أنشئ جداول وأصل معها علاقات many to many، one to many، many to one وهكذا، لكن وجدت أن فعليا يمكن أن لا داعي لذلك، أحيانا يكون الشيء بسيط جدا فيمكن أن تضعه بجدول واحد، فإذا هو بناء على الاستخدام، هذه وجهة نظري. طبعا يمكن أن نضيف هنا هكذا إذا أردنا إضافة أمر آخر، لكن نحن لا نريد إضافة أمر آخر، يمكن أن تضيفها، يعني أن تعتاد على إضافة هذه السيمي كولون، قم بالاعتياد على إضافتها. الآن سأضف هذا وGo. جيد، فإذا تم فعليا إنشاء الجدول، هذا هو الأمر، نحن لنرى الجدول، هذه هي قاعدة البيانات، هذا هو الجدول، وهذا هو الجدول. جيد، يمكن أن نرى الـ structure. لاحظوا ID، title، description، author ID، keywords، وcategory. ممتاز. فالآن للجدول الثاني، الآن نريد أن نختار SQL، نكتب query آخر، دعوني أرى الشاشة، نعم جيد. وهنا سنكتب create table users next users، ونفتح الأقواس بهذا الشكل ونغلقها بنفس اللحظة وبنفس الدقيقة ونبدأ. إذن ID يجب أن يكون integer auto increment، ويجب أن يكون primary أكيد. email يجب أن يكون varchar، وعفوا email لا أعرف حقيقة length الموصى به، لكن يجب أن يكون يونيك الإيميل، ويجب أن يكون not null أكيد. اليوزر يعني يجب أن يكون له إيميل، كيف سيكون موجود يعني. first name varchar نفس القصة، و last name نفس القصة، فبالتالي سأقوم بالنسخ، ما رأيكم؟ نسخ. فإذن هنا لدينا last name ولدينا الباسورد، طبعا لا داعي أن أكتبها capital letter. varchar وأيضا يجب أن يكون له password، فسأقول أنها not null. فإذا هذا الكونديشن الذي أضيف أريد إضافته بالنسبة للباسورد، password بالنسبة للإيميل. أما first والname يمكن أن يكون null، first name last name. أيضا لاحظ هنالك خطأ، لأن لا يجب أن أضيف comma هنا. ممتاز، فإذن go، فإذن create table، رائع جدا. فأصبح لدينا هذا table، لدينا next next articles، next users. بالنسبة للستركشر لليوزر، ها هو، لاحظوا هذا هو الإيميل، لاحظوا هنا لدينا هذا المفتاح، هنا لدينا هذا يونيك فعليا، لاحظوا هنا لدينا null no، يعني هذا لا يمكن أن يكون null وفقط أعتقد، والديفولت لا يوجد ديفولت للإيميل، إذا كانت هنالك قيمة أريدها أن تكون ديفولت يمكن أن أضيفها هنا، يعني قيمة تلقائية أو افتراضية فقط. فإذا الآن أصبح لدينا هذه الداتابيس، فإذا نحن
منتجنا أنشأنا هذا الموضوع. الآن هذه هل نريد إنشاء بها قيود معينة؟ ما رأيكم؟ هل ننشئ بها قيود معينة لهذه الداتابيس؟ لنرى مثلا insert، فهنا لدينا التايتل، فهكذا دعوني أرى إذا كانت الصورة واضحة. مثلا التايتل لدينا هنا هذه مقالة من قاعة البيانات رقم واحد، هذا وصف مقالة واحد، هنا محتوى المقالة والاي دي يمكن أن ضعه واحد، والآن سأضيف users. الكيوردز مثلا تكنولوجيا وتصنيف تكنولوجيا وماذا ووردبريس مثلا. الكاتيجوري هذه الكلمات مفتاحية عفوا، الكاتيجوري مثلا عام، هنا يمكن أن نضيف مقالة أخرى، إذن هذه مقالة اثنين من قاعة البيانات، هذا عفوا هذا وصف المقالة، محتوى هنا سأضع اثنين، keywords مثلا next أو ماذا نقول react node أو مثلا ماذا server مثلا، وهنا مثلا web السيرفرات، تصنيف السيرفرات بو. فإذا لاحظوا تم فعليا إنتاج الموضوع، فإذا لنرى الارتكلز إذا ها هي، لكن تبقى لنا أن نقوم بالذهاب لجدول اليوزرز، عفوا جدول اليوزرز، هنا نريد إضافة يوزر، فسأقوم بإنسيرت. إذا الاي دي أوتوماتيكي سيكون واحد، الإيميل مثلا سنكتب nowras@mail.com first name نورس، هنا بين علي، الباسورد ستكون 111. لنرى هنا ماذا يوجد خيارات، طبعا هذه الخيارات مبدئيا على يعني تتبع لباركر. هنا لاحظوا يوجد خيار باسورد old password password، الايميل الثاني علي@mail.com و first name علي second name، والباسورد أنا نختار هنا لن أختار باسورد 222 وGo. فإذا تم الخيار، فإذا الآن لأرى اليوزر، لاحظوا تم تشفيرها، هذا تم تشفيرها فعليا، لكن سأقوم بإيديت مرة ثانية بالنسبة لباركا، لن أضع شيء هنا وسأعيد واحد واحد Go. فإذا لأن عندما نقوم بالمقارنة بكلمة مرور matching الكيورد الماتشينج الباسورد، فنحن نريد أن نقوم بماتشينج للرقم الحقيقي، ثم يمكن أن نفكر بموضوع الماتش للإنكريبتد باسورد. ممتاز، فإذا أصبح عندنا قاعدة بيانات. الآن سنفكر بشيء ما حتى نصل تطبيقنا مع قاعدة بيانات، فإذا هذا انتهينا منها. فإذا يمكن أن نكتب هنا أن الـ database created database has been created. Okay. نضع خط هكذا. وفي الأعلى نكتب now we. الآن لدينا خيارين. الأول نصل next مع database مباشرة direct link. والخيار الثاني create a separate API backend. API backend. هذا الخيار الثاني الذي ستكون عادة التي ستكون بالنسبة لي بي اتش بي، هكذا خياري حالي إلا إذا كان لديكم رأي آخر. فإذا سأفتح documentation next.js لأراك ماذا يقول عن هذا الموضوع الأول، وثم نبدأ لها. جيد، إذا أعتقد أن سنحتاج باكيجز إضافية إذا أردت الوصل بشكل مباشر، فإذا لنبحث عنهم. فإذا هنا next.js docs، فإذا الأب راوتر سنبحث عن database connection، لا يوجد شيء لdatabase، لا يوجد أي شيء لهذا الموضوع. حقيقة أنا لم أصل تطبيق Next.js مع قاعدة بيانات مباشرة أبدا، لكن دائما كان هنالك نقطة وصل، ويفترض أنه لا يوصل MySQL مثلا، أو ربما بالبيجز يوجد شيء عن هذا، لا يوجد أي شيء. لماذا Next.js؟ لماذا app database؟ أعتقد ستكون الفكرة نفس فكرة تطبيقات نود العادية، أنك تقوم مثلا بتثبيت library جديدة التي هي مثلا SQLize أو Prisma شيء كهذا، أعتقد اسمها Prisma، دعوني أتأكد من اسمها، لا أعرف ما اسمها فعليا، لنرى ماذا اسمها.
دعوني ان نعم اعتقد بريسما او بريسما اذا بريسما نود جي اس اذا هذه بريسما تقوم بماذا تقوم نفس عمل سيكوالايز نفس الفكره فهنا لاحظوا سين داتابيس كويري لا اريد ان اقوم بانشاء ذلك اريد فقط ان ارى امثله عن هذا الموضوع لاحظوا كيف يعمل بهذا الشكل نفس فكره سيكوالايز الذي يعرف سيكوالايز اعتقد هكذا اسمه ايضا سيكوالايز احيانا ننطق الاسم بشكل خاطئ فنفس الفكره يعني سيكوالايز ام بريسما ما زلنا بستاك نيكس جي اس ما زلنا بستاك جافا سكريبت هذا شيء جيد فعليا لاحظوا هذا شيء جيد من ناحيه ان سيكون لدينا ستاك متكامل نيكس جي اس ستاك متكامل جافا سكريبت وانتهينا لكن يعني فكر فيها يعني ان المكان الذي سيقوم مثلا اين نحن من لوكال هوست اين هو لوكال هوست يعني المكان الذي سيزوره الاشخاص ليسجلوا بحساباتهم ويروا المقالات ويدركوا المقالات فعليا هو نفس مكان الكود المتصل مع قاعده البيانات فمعنى اخر ان كل الكود الخاص بك في مكان واحد هذا شيء جيد ليس شيء يعني سيء من ناحيه ان كل شيء في مكان واحد وانت فقط يعني مثلا بريسما يمكن اعتقد كلهم نفس الفكره سيكوالايز بريسما تكتب جافا سكريبت تبقى بستاك جافا سكريبت تبقى بلغه جافا سكريبت ولست بحاجه للانتقال لشيء اخر لكن فعليا اعتقد من الافضل ان اعتقد من الافضل ان نقوم بماذا نقوم ببناء نقاط نقاط اي بي اي بتقنيه اخرى غير جافا سكريبت مثلا بي اتش بي اعتقد هي مناسبه والسبب لماذا اعتقد بي اتش بي مناسبه لان بي اتش بي يمكن ان تثبت في اي مكان يعني على اي سيرفر يمكن ان تضع سكريبت بي اتش بي وتنفذه وليس هنالك اي مشكله لكن دعونا نتحدث عن ديبلويمنت مثلا لنكت جي اس ديبلويمنت لجاب لنود تطبيق نود اكسبرس كل هذه كيف ستقوم بالديبلويمنت على السيرفر فانت تحتاج لبيئه خاصه للديبلويمنت ووجدت انا فعليا وجدت بالاستضافات الحديثة أنا طبعا منذ وقت طويل لم أسجل بأي استضافة يعني استضافة سيبنت لكن يعني أحد العملاء كان له موقع فقمت بالتسجيل بسيبنت الخاصة به فوجدت أن يقومون حاليا بتقديم دعم لتطبيقات نود لكن هذا شيء جيد مرة أخرى شيء جيد لكن السيء بالموضوع أنهم لا يدعمون النسخة الأخيرة من نود يعني مثلا نود الآن 18 هم ما زالوا مثلا في 10 أو 12 فكيف أنت مثلا أنت ستقوم ب development على نسخة 18 على آخر نسخة وثم سترفع للديبلويمنت على نسخة متأخرة أو نسخة قديمة هل سيعمل التطبيق لا وأيضا مشاكل هذه التطبيقات الخاصة بالنت جي اس سريعة التحدث جيد وإذا أردت أن تحدثها تحتاج لمبرمج فعليا هو أنت المبرمج يعني تحتاج لنفسك أن تتحدث بشكل مستمر لكن مثلا تطبيقات الخاصة بووردبريس مثلا بووردبريس أعتقد تطبيقات سأعيد صياغة الجملة التطبيقات الخاصة ببي اتش بي والتي مثل ووردبريس فيمكن الشخص أن ينقر على زر فقط تحديث ويتم التحديث فهنالك نوعا ما سهولة للصيانة مثل هكذا سكريبتات أكثر من جافا سكريبت أكثر من تطبيقات جافا سكريبت أعتقد هذه هي مشكلة جافا سكريبت ولماذا بعض الشركات ما زالت تتعامل مع بي اتش بي لم تنتقل لجافا سكريبت مع أنه أسهل أسرع فيه الكثير من الأشياء في نفس الوقت فلا تعمل مع هذا لأن بنهاية deployment صعبة ليست صعبة بمعنى مستحيلة صعبة بمعنى أن deployment لتطبيقات بي اتش بي أسهل طيب إذا قمت مثلا بكتابة هنا make directory next.js dashboard طبعا هذا بعد الانتهاء منه سأضيفه للجيت هاب حتى تروح next.js dashboard ستجدونه مع نفس تطبيق next.js dashboard php جيد ممتاز فإذا كتبت هنا them index.php الآن يمكن أن أقوم بكتابة بدأنا بالمشاكل فمثلا echo hi مثلا أو echo hi إذن الآن كيف سنقوم بفتح هذا localhost
8000، أعتقد 8000 الاسم الذي وضعته، الاسم الذي وضعته هنا علي أن أنسخه فعليا طويل جدا، الاسم الذي كتبته عفوا. هذا أريد تغيير تسميته لشيء قصير، فمثلا فقط نيك جي اس أسهل. فإذا لنعود للنيك جي اس بورد 8000، نعم هاي إذا يعمل جيد. فكتبنا أول كود بي اتش بي لهذا اليوم، لهذه الليلة. هاي ممتاز. فالموضوع هو سأكتب ملاحظاتي وثم نستمر بقصتنا. فالآن الملاحظات ستكون هنا بهذا المشروع، عفوا مع هذا الشيء الذي أكتبه. فهنا الملاحظات، فبام نوتس باك اند. فإذا نيكس أعتقد هذا الخيار إكس كانسل إلغاء create separate. نعم هذا الشيء اللي سنقوم به، فإذا أول فكرة create database، ليس create database، create database connection. ثم سنقوم بإنشاء ال API point. أعتقد سننشئ نقطة واحدة لل API. كم من الوقت الآن؟ تقريبا ساعة. فسنقوم بإنشاء create one API point، يعني نقول أنها select all articles بغض النظر عن من كتبها مبدئيا. إذن هذا الشيء الذي سنحاول إنجازه. إذن بالتالي هنا بهذا السكريبت، هذا إندكس. طبعا أنا عادة لاحظوا بسكريبت بي اتش بي تعودوا أن تقوموا بالشيء أن مثلا الإندكس تضعون إندكس بكل مجلد، جيد. وماذا تكتبون هنا؟ مثلا تكتبون هنا مثلا أي شيء، مثلا بووردبريس، بسكريبت ووردبريس دائما يكتبون nothing here أو nothing to do here أو get away، يعني ابتعد أو شيء كهذا، لأن لا يوجد شيء هنا. يمكن أن تكتب مثلا echo hi أيضا، لكن الأفضل أن تكتب تعليق بسيط nothing here مثلا، nothing here، جيد. هنا أيضا سنقوم بإنشاء config، ملف config، then database config dot php. هنا طبعا هذا ملف php أيضا، ملف php، نعم. وسنقوم بداية سنقوم بإنشاء database configuration، جيد. فأول شيء نريد أن نحصل على database host، جيد. طبعا يساوي أيضا هنا نريد أن نحصل على database name، database user والdatabase password. الآن سنحصل على هذه المعلومات، لكن مبدئيا دعونا نقوم بcreate the connection with database. وهنا سنكتب connection سيكون new mysqli وفقط هكذا. وهنا نزودها بالargument، أول argument database host، ثاني argument database user، الثالث اسمها أو لا، الثالث password، والرابع اسمها. دائما جيد. أيضا من المهم أن نحدد، يمكنك أن تحدد مثلا أن الconnection تريد أن يكون UTF-8. يمكن أن تكتب set character set UTF-8 حتى تحدد، لأننا سنكتب باللغة العربية. طبعا إذا كان هنالك خطأ بالconnection، إذا if connection كان فيه connect error، جيد، فنحن سنقول أن أخرج من السكريبت، أقتل هذا التنفيذ، وسنكتب database connection failed، ثم سنضع هذا الخطأ ما هو. طبعا بعد قليل سأخبركم، يعني في حالة أنك لا يعني لديك مشكلة مع هذا الموضوع، سأخبركم كيف نفهمه سويا، جيد. إذن هذا بالنسبة لهذا الشيء. طبعا أنت مثلا يعني قد تقول لي أنا أدرس جافا سكريبت، فكيف الآن يعني وصلت لبي اتش بي؟ يعني معك حق، هذه هي مراحل الستاك المختلفة، عليك أن تتعامل مع تقنيات مختلفة. الشيء الجيد الذي أريد أن أقوله لك أنك إذا فهمت الجوهر يمكنك أن تفهم، يعني إذا فهمت النسق، فهمت المعنى، فهمت الأساس،
لكل فكرة، فستجد أن PHP تقوم بها نفسها، جافا سكريبت تقوم بها نفسها، بايثون تقوم بها نفسها، جافا عادية تقوم بها نفسها، كلها نفس الفكرة. لدي database، أريد التواصل معها، أقوم باتصال بقاعدة بيانات. طريقة التواصل مع قاعدة بيانات قد تختلف من لغة لأخرى، لكن هي نفس فكرة، أنا أتصل بقاعدة البيانات. بالنسبة لفكرة هذا الكلام المكتوب هنا، بالنسبة لفكرته أن هذا الكلام، عفوا، بالنسبة لفكرة هذا الكلام المكتوب هنا، أن أنت لا تفهم قاعديا ماذا يعني ذلك، أو من خلال السينتاكس أنت لا تفهم ما هو، أنت إذا كنت تعرف PHP تعرف، إذا كنت لا تعرف فأنت لا تعرف ماذا يعني من ناحية السينتاكس، لكن من ناحية الفكرة أريد أن أسألك، هل أنت تفهم ما هذا؟ هذا بكل بساطة أنا نريد تواصل مع قاعدة البيانات التي أنشأناها قبل قليل. أين هي؟ ها هي، نريد أن نتواصل معها، فحتى نتواصل معها، طبعا هنالك خطأ، ما هو؟ ربما أنا كتبت كلمة المرور خاطئة، بعض مثل هذه الأشياء تحدث دائما، تكتب كلمة المرور خاطئة تؤخرك 10 ساعات حتى تنجز العمل. فنعد لموضوعنا الذي أنا نسيته أصلا، نعم نريد الوصل مع قاعدة البيانات هذه، حتى نصل مع قاعدة البيانات نحتاج اسم هذه القاعدة المكتوب هنا، سأنسخه، إذن هذا هو، أين هو؟ هذا هو، إذن هذا اسمها، لاحظ ننتبه إذا أوجد فراغات، ونحتاج ماذا؟ نحتاج اليوزر لها، طبعا ما هو اليوزر؟ نحن لا ننشئ يوزر، يمكن أن ننشئ يوزر هنا بـ privileges. هنا يمكن أن ننشئ يوزر، بدنا add new user account، واسمه مثلا يمكن أن تسميه اسمك أو root أو ماذا نسميه، اسم التطبيق مثلا dashboard، أو تسميه مثلا نورس، أعتقد هنالك اسم اسمه نورس هنا، فنسميه مثلا ماذا، نسميه مثلا next.js project، هذا اسمه، أو next.js مثلا team، أنت يمكن أن تسميه أي شيء يعني لا تفكر كثيرا. بالنسبة للباسورد سنضع مبدئيا 1-1، هي ضعيفة لكن ماذا عسانا أن نفعل الآن، نحن نتدرب ويمكن أن تغيرها أنت لاحقا. بالنسبة للبريفليجز الخاصة بهذا الحساب، أنا أريد أن يكون له علاقة بالديتا، select, insert, update, delete. بالنسبة لcreate, drop، هل نريد أن يحذف؟ فعليا لا. هل تريد أن يقوم بإنشاء جدول، بإنشاء كذا؟ هذا السكريبت هل سينشئ جدول؟ إذا كان سينشئ جدول يمكن أن تضيف له هذه الصلاحيات، إذا لم يكن يريد فلا داعي. فالفكرة أن أنت تضيق دائما المواضيع، لا تفتحها بشكل مباشر، لا تفتحها بشكل واسع دون تفكير، الفكرة أنك دائما تقوم بالتضييق. أعتقد أن نحن فقط نريد أن select, insert, update, delete. أوكي go، جيد، فإذن حصل الموضوع، فإذن الآن يمكن أن نذهب إلى هنا، نكتب أن الداتابيس كذا، والباسورد 1-1-1. بقي لدينا الداتابيس هوست، لاحظوا أن الداتابيس هوست عادة هو لوكال هوست، هنا يمكن أن تكتب لوكال هوست، أنت في حالتك ستكتب لوكال هوست، لكن فعليا أنا في حالتي ليس لوكال هوست، يعني في حالتي أنا الحالية هو ليس لوكال هوست، لكن أنت تكتب لوكال هوست، فسنجرب مع هذا. فإذا هذا هو، وقمنا بالقيام فعليا بتواصل مع قاعدة البيانات. فإذا لنرى، نلاحظ يقول لي أن MySQLite invalid character set was provided، أي سطر؟ ربما ليس هذا، إذن لنرى ما الشيء الذي أنا كتبته فعليا هنا، ربما كتبت شيء لا أعرف من أين جاء كتبته، نعم وجدت هذه داش، أنا كتبت هنا UTF-8 داش، هي بدون داش، إذن أعتقد نجحت العملية. سنكتب هنا مثلا echo hi مثلا، إذا كان هنالك خطأ غير ذلك مثلا echo مثلا hello، وعلى الأغلب سيستمر هذا الخطأ بسبب التثبيت الذي لدي والذي أنا نسيت قصته. طبعا هلو، نجحت العملية، يعني فعليا نجحت العملية، يعني أن لم يكن هنالك خطأ، لأن لو كان هنالك خطأ كان فعليا أظهر هذا الخطأ. طيب مرة أخرى أريد فقط إضافة خطأ هنا،
جيد وأرى النتيجة فإذا خطأ أخطأت بالباسورد وضع لي خطأ يقول لي exception access denied for user كذا على الباسورد نعم تم إضافة باسورد لكنها خاطئة فإذا هذا الخطأ أيضا نتعلم منه شيء أن إذا أدخلت credentials أو أدخلت صلاحيات أو كلمة مرور أو اسم قاعدة بيانات خطأ ستظهر لك هذه المشكلة أي خطأ بهذه الأشياء سيظهر خطأ فإذا ممتاز فأنا قمت استطعت أن أصل مع قاعدة البيانات الخطوة القادمة أنا نريد فعليا أن نقوم بكرييت أنا كتبت 1 API point أقصد نقطة API فيها أقوم بعرض كل الأرتيكل بمعنى آخر أريد الدخول لهذا الجدول أين هو أين نحن الآن؟ أين نحن الآن؟ هذه قاعدة بيانات فأنا أريد قاعدة بيانات التي أنشأناها أين ذهبت؟ هذه هي فإذا نريد الدخول للـ Next.js Article نريد أن نظهر هذا بدلا من PHP ما يضمن نريد أن نظهره في تطبيقنا ولكن قبل أن في تطبيقنا نريد إظهاره هنا على هذه الصفحة ليس في صفحة الـ Configuration لكن في صفحة الـ API نريد إنشاء هنا API يدخلنا للـ Articles كل الـ Articles ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هل توافقون؟ ما رأيكم بهذه الفكرة؟ فإذا لنستمر ماذا نفعل؟ فلنبدأ بموضوعنا الجميل فبالنسبة هذا هو التواصل مع قاعدة البيانات أنا أريد أن أقوم بإنشاء مجلد اسمه API Make Directory API جيد وبداخله بداية نبدأ بإندكس وكما اتفقنا نكتب Nothing Here هذا فقط للحماية نكتب Nothing Here أو أي جملة وهنا سنقوم بإضافة نقاط API معينة مثلا بداية النقطة الأولى هي نقطة الArticles نقطة الارتيكلز فنقطة الارتيكلز برأيكم هذا هو السكريبت يعني إذا ذهبنا إلى الآن من هنا ذهبنا إلى API قال nothing found يعني لم يوجد هذا الملف الآن يوجد API عفوا البورد ذهب الآن يوجد هذا المجلد لكن صفحة فارغة لم أظهر أي شيء الآن هنا أريد أن أقوم بالدخول لملف هنا اسمه articles.php فحتى أقوم بالدخول إليه يجب أن أنشئه بداية فبالتالي هنا سأقوم بإنشاء articles.php طبعا هو ملف php بداية نريد أن نقوم بجلب الكونكشن من بجلب الكونكشن الذي قمنا بإنشائه صحيح؟ فإذا هل الآن سنقوم بإنشاء هذا الـ connection فكيف ذلك؟ بكل بساطة سنكتب include once أو require once فعليا لكن لا مشكلة include database configuration جيد و include ماذا اسمه؟ database config ماذا كان اسمه؟ نسيت أنا database config.php وفقط ونكتب هنا echo articles أو article لا مشكلة فإذا الآن لو قمت بالتحديث article نجحنا ممتاز لو كان هنالك خطأ بالاتصال بقاعدة البيانات كان سيظهر لنا هنا أيضا لاحظوا أن هنا قمنا include once فقط للتوضيح include once أن قمنا ب include الملف الذي أنشأناه الموجود في مسار واحد للأعلى هذا يعني النقطتين واسمه database config عفوا فلنستمر فالفكرة هنا الآن سنريد أن نكتب شيء هنا أن ليس هنا نريد أن نكتب هنا أن نريد الحصول على الميثود التي يطلبها الزائر نحن نعرف أن HTTP هنالك لدينا get لدينا post delete وupdate فبالتالي هنا نحن نحتاج أن نقوم ب عفوا دقيقة فبالتالي هنا نحتاج أن نجذب الميثود حتى نعرف كيف نتعامل معها فإذا لو نكتب هنا HTTP method وهنا سنضعها ب variable وسنجلبها من ال global variable server server سيكون array وسنأخذ منها ال request method
الآن بدلاً من إيكو للآرتيكل يمكن أن نقوم بإيكو للميثود. طبعاً بالمتصفح الميثود الافتراضية هي get. ممتاز، التطبيق يعمل بهذه اللحظة، تطبيقي يعمل. فالآن سأكتب شيء، فإذا كانت if شيء بسيط جداً، إذا كانت الميثود تساوي get وهي تساوي get فعلياً، فسنكتب هنا echo hi أو who hi أو who hi. فممتاز، عفوا نعود لموضوعنا. فالآن أصبحت لدينا هذا، فإذا الآن يجب أن نقوم بطلب لقاعة البيانات. لاحظوا الآن أصبح لدينا ال connection موجود، connection قاعة البيانات موجود، لأننا قمنا ب ماذا؟ قمنا ب include once لل database config. فإذا الآن يمكن أن نكتب التالي، أن نريد أن نقوم بإنشاء query. يمكن أن تكتب query، والquery بكل بساطة تضعه الquery يعني بإشارتي اقتباس. طبعا للتوضيح، أنا إذا ذهبنا إلى قاعة البيانات هنا وقمت أنا بماذا؟ أين هو؟ ذهبت إلى SQL وقلت أن أريد select، كتبت أمر مثلا select all from اسم التابل الذي لدي هو ماذا اسم التابل؟ اسمه nx underscore articles. جيد، وقمت بgo. أين go؟ go ستظهر لي كل قواعد البيانات، صحيح؟ فإذا نطبقه، فإذا سأنسخه من هنا وأضعه هنا. دعينا، جميل جدا. الشيء الذي أريد أن أقوله أيضا أن كل شيء تمام، جيد. فإذا الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أن هنا طالما تم الكونكشن لقاعدة البيانات، فأنا لدي variable اسمه connection، وطالما include هنا فconnection لدي صلاحية الدخول له. طالما include، كأن ملف الـ database config موجود هنا، كأن أتخيل أنه موجود هنا طالما أنا قمت بإنشاء بinclude له، بتضميره يعني. فبالتالي هو موجود هنا، فيمكن أنا أن أقوم باستخدامه. فالآن الشيء الذي سأقوم به، سأكتب سأنشئ result، ومن الكونكشن سأخذ سأقوم بإنشاء كويري، وهذا الكويري هو الكويري. يمكن أن تكتب هنا بدلا من كويري مثلا SQL كويري، حتى يعني لا تضيع معك الأمور. فإذا SQL كويري، هذه الإشارة، هذا للذي لا يعرف PHP والذي يتابع من جافا سكريبت، هذا نفسها فكرة الدوت access dot. عندما نقول أن لدينا هنا object بجافا سكريبت، الآن جافا سكريبت، انتباه، الآن جافا سكريبت، إذا كان لدينا object وهكذا، وهذه الobject مثلا فيها key وvalue، مثلا فيها name مثلا نورس مثلا، فأنا يمكن أن أدخل أن أقوم بالدخول أو الحصول على الاسم نورس من خلال كتابة object dot name. هذه الإشارة هذا هي نفس فكرة هذه الدوت بجافا سكريبت، جيد. فهذا هو بالنسبة للريزلت. الآن يمكن أن نكتب، لا أعرف إذا سنحصل على نتيجة أو لا، ولكن دعونا نرى. سأقوم print result. فإذا هنالك، لاحظوا حصلنا على print underscore r. إذا كانت لدينا array فإنها تقوم بعرض الarray بهذا الشكل. لاحظوا يقول أن الكرنت فيد 0 أو أكبر من 0، عفوا 0 0 ليس أكبر من 0، الكرنت فيد 0 هذا مثل مرة أخرى، هذا مثل الأوبجكت بجافا سكريبت، وهذه مثل النقطتين الرئيسيتين بجافا سكريبت إذا كنت أنت تتابع من جافا سكريبت. فإذا هذا الكرنت فيد 0، الفيلد كاونت 7، والفيلد كاونت 7 لاحظوا لدينا 7 كلهم هنا، 1 2 3 4 5 6 7 7 كولوم، و number of rows 2. لاحظوا number of rows 2، صحيح؟ هل توافقون هذا الموضوع؟ فإذا الآن أنا أريد أن أقول إذا كان number of rows أكبر من 0 فهذا يعني أنا لدي نتيجة، غير ذلك هذا لا يعني، يعني أنا ليس لدي نتيجة. فبالتالي هنا سأكتب result. طبعا مرة أخرى result فكر بها كobject، هي اسمها associative array ب PHP، لكن دعوني أفكر كشخص جاء من جافا سكريبت، دعوني أفكر بها كobject. فأنا أريد دخول لي
النمبرز أكبر من زيرو. إذا كان أكبر من زيرو فهذا يعني ممتاز، هذا يعني ممتاز أن لديك نتائج. إذا لم يكن أكبر من زيرو فهذا يعني أنه إما يساوي زيرو أو أصغر من زيرو، لا يمكن أن يكون أصغر من زيرو يعني زيرو يعني. فبالتالي سأكتب echo، لاحظوا سأرسل الآن استجابة جيسون لأني أنا أريد تحويل هذا لـ API، أستطيع أن أطلبه من أي من Next.js، وبالتالي حتى أقوم بذلك يجب أن أرسل جيسون. تتبع كورس جيسون في قناتي اسمه إذا كنت لا تعرف جيسون. إذن هنا جيسون encode، وهنا سنقوم بإرسال array، وهذه الarray سنرسل فيها message وسنكتب بها no articles found، أو there is no article أو no articles found، فعليا لا يوجد articles في database. جيد. غير ذلك هنا أريد أن أرسل له JSON response في هذه الarticles، لكن كيف أقوم بذلك؟ فبكل بساطة سأكتب، أريد فعليا الدوران حول هذه الروز الذي لدي، فإذن الرو سيساوي لدي الريزلت. سأخذ هنا لدينا ميثود. جيد. وهنا دعونا نقوم بماذا؟ ببرنت لهذا الرو، ما رأيكم نقوم ببرنت له؟ لا أعرف فعليا، دعونا نجرب برنت له وثم أتوقف قليلا. إذن نعم برنت له، لاحظوا جاء هذا الرو لدينا. ما هذا الرو إذا كنت تفكر معي وتتابع؟ ما هذا الرو؟ بكل بساطة هو array. كل رو هو عبارة عن array، يعني إذا كتبت هكذا echo سأفصل كل رو بنقاط، والآن هذه النقاط. إذن أول رو هو عبارة عن array التي فيها id title، والثاني هي الارتكل الثانية. فإذن ممتاز، فإذن كل رو هو عبارة عن array. فأنا يمكن أن ماذا أن أفعل؟ أنا في الأعلى هنا أن أقوم بإنشاء constant، هنا أكتب array فارغة، وهنا هذه الarray الفارغة أضيف لها ماذا؟ أضيف لها هذا الرو. وبالنهاية بعد الوايل، بعد الانتهاء من اللوب، ماذا أفعل؟ أرسل JSON encode، أرسل response JSON وأكتب بها أني أريد أن ترسل الارتكلز. نعم، هل هناك خطأ؟ فإذا لنرى النتيجة. طبعا ما الشيء الذي حصل؟ لاحظوا ظهر معي بهذا الشكل JSON response بهذا الشكل، لم تظهر لي مباشرة. نحن قمنا بإرسال كل شيء، قمنا بالتواصل مع قاعدة البيانات، لكن نسينا بالتواصل مع قاعدة البيانات هنا. طبعا يفترض أن لا نضف نقوم بإضافة ذلك بملف قاعدة البيانات، ربما ملف آخر يعني، لكن ربما نكتب هنا headers. والheaders التي يجب أن نضيفها هنا أن نقول أن نحن نرسل فعليا، نحن نرسل ماذا؟ نحن نرسل جيسون، لأننا فعليا نرسل جيسون، فنحن نريد أن نقول له أوكي نحن نرسل لك جيسون للمتصفح، لأن هذا سكريبت ال PHP التي لدي، الذي هذا سكريبت ال PHP الذي لدينا هو السيرفر فعليا في حالتنا، والمتصفح هنا المتصفح هنا هو الكلاينت. فبالتالي هذا هو فعليا جاء بجيسون. ممتاز ممتاز جدا 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 أن أصبح لدينا هنا نقطة API يمكن أن نطلبها من تطبيق Next.js. لاحظوا دعوني أكتب الملاحظات، نكتب الملاحظات ما رأيكم؟ فإذا هنا لاحظوا من جهة ال PHP ما هو الشيء الذي لدينا؟ تبقى لدينا Get Single Article. جيد. بالنسبة لجدول الارتكلز نحن لم نصل بعد لجدول اليوزر، فلن get single article، get post an article، delete an article، update an article. هذا بالنسبة لليوزر، وبالنسبة للارتكل. وبالنسبة لليوزر فعلينا get user، لا نريد list user، لا يهمنا less user، يمكن أن تهمنا من ناحية إذا كان لدينا super user يريد أن يرى كل users، لكن لا يهمنا حاليا، ليس لدينا هذه functionality. get user واحد حتى نحصل على حسابه، و
فقط get user تشمل إضافة بيانات get user نعم وأعتقد نحتاج أيضا أن نضيف هنا مرة أخرى اللوجن واللوجاوت. إذن هذه هي نقاط الـ API لدينا بهذا التطبيق فممتاز وثم طبعا هذه الباك إند ثم علينا تغيير change all API points أو all API callings in Next.js. سيكون موضوع سهل جدا طالما لدينا النقاط جاهزة بتطبيق PHP. واضح؟ فأنا أفكر أن نستخدم هذا get single article وثم نكمل. فإذا لنقوم بذلك get single article جيد فلنبدأ فنرى فعليا أين سنذهب هنا جيد هنا هذا الملف الارتيكلز نريد إنشاء ملف آخر نفسه فعليا لكن للسنجل ارتيكل أو يمكن لاحظوا يمكن نفسه كون الميثود هي get فأنا أريد فعليا لو جاء لدي هنا مثلا get articles وثم لدينا هكذا id يساوي 1 عندما يأتي الطلب هكذا أنا أريد أن يجلب لي 1 أو 2 يعني الارتيكل 1 أو الارتيكل 2 فبالتالي يمكن أن أعدل على الموضوع نفسه أنه يمكن أن أعدل على هذا هنا مثلا أكتب يمكن أن أنشئ function لا أعرف فعليا أو نفسه هنا أن نكتب إذا كان نكتب if is set get من get نريد أن نحصل على من get نريد أن نحصل على ال id إذا كان set فإذا فعليا نريد أن نحصل على هذا ال id وهذا ال id سيكون هو عبارة عن ماذا سيكون أو دعونا لا نكتب id نكتب article id جيد وسيكون هو عبارة عن ماذا عن هذه القيمة الموجودة هنا صحيح طبعا هنا أيضا يمكن أن يأتي validation ويأتي أن تتأكد أن هذا id و هذه الأمور لكن أنا سأقوم بالتجاوز عنها هنا يمكن أن نكتب الـ SQL query الذي لدي وهذا الـ SQL query سيكون هو عبارة عن ماذا؟ لنرى ذهبنا إلى هنا قمت بـ edit inline فأنا أريد كل شيء من هذا الجدول where id equal 1 من go فنلاحظ الغرض فإذا هذا فعليا الأمر الذي أنا أحتاجه فإذا هو نفسه القديم نفسه لكن مع تعديلات والتعديل هو أن نكتب where id equal to article id ممتاز فإذا هذا هو الكويري فبالتالي الريزلت ستكون هي عبارة عن الكونكت الحصول على الكويري أو كويري لهذا من هذا الكونكشن نريد كويري الاستعلام عن ماذا عن هذا الكويري الذي أنا أنشأته قبل قليل الذي اسمه ماذا اسمه SQL query واضح طيب مرة أخرى سنتساءل معا إذا كانت هذه الريزلت فيها استجابة تساوي 1 مثلا أو أكبر من 0 نحن نحتاج 1 فعليا إذا كانت تساوي 1 فبالتالي نحن نريد أن نضع أن الارتيكل هي عبارة عن الريزلت ونحن نريد فعلا الفيتش لهذه الريزلت جيد مع الكولوم مع كل شيء فإذا الآن الشيء الذي سنكتبه أن هذه الارتيكل ها هي حصلنا عليها فإذا قمت أنا ببرنت مثلا داش ار ارتيكل لأرى النتيجة وأيضا أريد أن exit and return تحديث فإذا لاحظوا هنالك مشكلة يقول أن أنك ترسلين جيسون ولكن أنت لم ترسلي جيسون نعم أنا لم أرسل جيسون صحيح وبالتالي هنا الـ exit return مقيت لكن هنا يجب أن أكتب echo جيسون encode للأرتيكل فإذا لنرى هل سيسترد هذه الأرتيكل نعم استرد هذه الأرتيكل أنا سعيدة جدا بهذه النتيجة فإذا الآن 2 ظهرت 2 1 ظهرت 1 جيد طيب ماذا لو مثلا كانت 0 مثلا سيسترد كل الأرتيكلز دعونا نراجع اللوجيك الذي لدينا هذا اللوجيك الجميل دعونا نراجعه سوية
هذا اللوجيك أن إذا كانت الميثود get فهذا جيد، إما أن تريد كل الارتيكلز إما أن تريد ارتيكل واحدة، يعني واضح. إذا أدخلت query فيه ID فهذا يعني أنك تريد ID ارتيكل واحدة التي لها ID كذا. إذا كان هذا الID موجود فقم بعرض الارتيكل أو استرجع الارتيكل، إذا لم يكن موجود فاسترجع كل الارتيكلز. جيد؟ لا أعرف إذا كان هذا الفكر سليم نوعا ما، أن إذا أدخل ID غير موجود يفترض أنك نقول له إذا كان الID غير موجود أن عذرا أن هذه الارتيكل غير موجودة، يمكن أن نكتب شيء كهذا، ما رأيكم؟ دعنا نجرب، يعني لدينا كل الوقت، أنا دائما أقول أن لديك كل الوقت، لا داعي للعجلة. لماذا العجلة يعني؟ لا أفهم. إذا else يمكن أن أضيف مسج هنا، ولا أريد إرسال الأرتيكل، فعليا أريد إرسال هذه المسج. فإذا هنا no article found، إذا ويجب أن أكتب exit أيضا أو return. فإذا أوكي، لاحظوا no article found. طيب ماذا لو أنا لم أدخل أي شيء؟ استعاد لي كل الأرتيكل. ماذا لو أدخلت ID يساوي 1؟ ممتاز. ID يساوي 100، لا يوجد لدي 100. Not found. Bravo. جيد جدا. ممتاز. ممتاز جدا فعليا. في هذا الملف، أين نحن الآن؟ في هذا الملف نفسه الأرتيكل يمكن أن نقوم بإنتاج يعني بمراعاة الجيت والأبديت وأيضا الديليت في هذا الملف نفسه بالسؤال إذا كانت الميثود get. طبعا لاحظوا هذه الميثود هي get، مجرد أن الميثود هي get فأنا أريد هنا أيضا return. انتهينا. إذا كانت return، إذا كانت هذه الميثود هي get، انتهينا. قم بتنفيذ كل المداخل الفانكشن هنا و return، انتهينا. أو exit، أعتقد exit، سنكتب exit هنا، exit، لأننا نريد الخروج من الملف ولا نريد التنفيذ أكثر من هذا. فدعوني أقوم بجوجل بسيط حتى أسترجع PHP exit versus return. طبعا return أعتقد هي نفسها بالفانكشن، أنك تغلق الفانكشن، أما exit فexit الملف كامل. فإذا لاحظوا هذا هو يسأل نفس الفكرة، يسأل هذا السؤال، يقول من أفضل أن exit أم return؟ I would tend to go with return. دعونا نذهب exit، نقرأ عنها لأني فعلا أريد المعرفة عن هذا الموضوع. فإذا exit تقوم ب terminate the current script، فإذا ممتاز يعني terminate الملف و out، ويمكن أن تعرض لك message. هذه موجودة بكل الـ versions للـ PHP، أعتقد جيد. طيب ماذا عن return؟ return أعتقد بداخل function واحد، فإذا return control ما هذا؟ لا أعتقد هذا له معنى بالنسبة لي حاليا. نعم لاحظوا يقول return تغلق تنفيذ السكريبت الحالي، أما exit فتوقف كل التنفيذ. ماذا يعني ذلك؟ انظر للمثال، يقول لك أن إذا كان لديك هذا الملف الذي includes ملف B إيكو A، هذا ملف A وهذا ملف B، ملف A يعرض A وملف B يعرض B، فهذا إذا قمت أنت بعرض ملف B، أنت قمت ب وب فيها return. إذا قمت بتنفيذ ملف، لاحظوا ملف A فيه ملف B، إذا قمت أنت بتنفيذ ملف A فسيتم عرض ملف B، تم الانتهاء من هذا السكريبت وثم سيتم تنفيذ A. أما لو كتبت exit فسيتم تنفيذ B وينتهي من الموضوع كله. إذا exit يعني يبدو أن exit تنهي المواضيع تماما، exit تنهي كل شيء، يعني كل السكريبت كامل تنهيه exit، أما return فتنهي السكريبت الحالي. يعني أعتقد أنا فعليا ماذا أريد؟ أنا فعليا أريد إنهاء كل السكريبت، لا أريد تنفيذ يعني further أو أبعد من الموجود. فقط يعني إذا جاء طلب get، إذا كانت get قم بتنفيذ الطلبات الموجودة الخاصة بget واخرج من التنفيذ ككل. جيد، واخرج من التنفيذ ككل.
لا أريد أن تقرأ أصلا ما بعد هذا. فأنا أعتقد أن exit مناسبة بالنسبة لي، وحتى return أيضا مناسبة نفس الفكرة. لكن أنا فعليا إذا كانت الميثود ليست get فلن يقرأ كل هذا، سينتقل لهذا. هنا أريد أن أقول إذا كانت الميثود تساوي post فأنا أريد هنا مثلا أن يكون شيء، وثم أيضا exit لأني لا أريد أن يرى أبعد من ذلك. وإذا كانت الميثود هي delete نفس الفكرة، طبعا delete والميثود الأخيرة هي put، يعني put يعني update جيد هكذا. فإذا هنا هذا سيكون get an article، وهذا سيكون post an article، وهذا سيكون delete an article، وهذا سيكون update an article. بخصوص الميثود الأخرى بالنسبة للـ API التي هي update و put و delete، لا يمكن أن تدخل إليها من خلال المتصفح، لا يمكن أن تدخل إليها من هنا، فعليك أن تدخل إليها من عليك أن تدخل إليها من أين؟ من مثلا من تطبيق آخر مثل البوستمان. فإذا دعوني أريكم بالنسبة للمتصفح، بالمتصفح مثلا هذه التطبيقات أين تقوم بتنزيلها لتستخدمها، خاصة إذا كنت تستخدم الـ API. فإذا كنت تستخدم API مختلف، إن كان بـ PHP، إن كان بـ Express، إن كان بأي شيء، إن كان بـ WordPress، فهذا شيء مفيد. فإذا هذا هو التطبيق الذي لدينا، طبعا تطبيق بوستمان ها هو، أو برنامج بوستمان تقوم بتنزيله واستخدامه. أنا لدي هذا البرنامج استخدمته من قبل، لكن حاليا أنا أستخدم برنامج آخر لأرى ما اسمه، ها هو، دعوني أفتحه حتى أريكم البرنامج، يتم فتحه الآن. فبرنامج آخر نفس الفكرة يساعدك على طلب نقاط الـ API المختلفة في الـ نرى يفتح الآن هو. كان يجب أن أسمي بث اليوم ماذا أسميه؟ طبعا نحن قمنا باستخدامه مسبقا بتطبيق Next.js. طيب، فإذا هذا هو، فبكل بساطة يمكنك طلب نقاط معينة من هنا، ومن خلال هذا الطلب، طبعا نحن جربنا هذا مع Next.js نفس البرنامج. أيضا يمكنكم تثبيت بوستمان سهل نفس الفكرة، تقومون بتحديد الميثود، يعني ميثود الطلب من هنا، مثلا بوست لدينا بوت، لدينا ديليت، لدينا جيت. جيت يمكنك أن تطلب متصفح، لكن باقي الطلبات لا يمكنك ذلك. فإذا عليك أن ماذا؟ عليك أن تستخدم برنامج مثل هذا. فأنت تختار إما هذا البرنامج، دعوني أريكم صفحته على الإنترنت، وها هو، هذا هو، لا ليس هذا. فإذا جاءني الكونديشن الطبي لهذا الموضوع، إذا API، فإذا ها هو. فإذا هذا البرنامج، هذا هو الرابط، يمكنكم تثبيته مجاني أو تثبتوا هذا أو هذا أو هذا، أنت تختار، وتقوم لاختبار نقاط الـ API الخاصة بك. أنا بالنسبة لي أحب هذا، لأن يمكنني بكل بساطة أن مثلا أقول أن new request ها هو، والأجمل أن يمكنني أن أقوم بإعادة تسميته. أنا هذا الشيء يعني أفضله لأنني أقوم بطلبات كثيرة، فيمكن أن أكتب هنا أن مثلا هذا الطلب post، أو هذا الطلب get articles from PHP script ورename. الآن هنا الميثود التي اخترتها هي get، والآن يمكن أن أضع الطلب من هنا سأنسخ هذا وأضعه هنا، فذا send، لاحظوا جاءت هاي. يمكن أن أضيف هنا أيضا أن الـ ID أريده مثلا واحد، ما الشيء الذي كتبه، عفوا واحد، فالآن سيجلب لي الأرتيكل الأولى، جيد، كل معلومات الأرتيكلز الأولى. فهذا ممتاز، جميل جدا. الآن إذا أردت مثلا إنشاء HTTP request آخر، فيمكن أن أكتب هنا rename، فهذا post article to PHP script مثلا، لا أعرف كتبتها كلها capital letter. إذن هذا هو، أين ذهب؟ فهكذا جيد. إذن هنا يمكن أن أكتب post وأقوم بالطلب.
لهذه النقطة. فنحن نريد الآن بـ post request. لاحظوا بـ post request نحن أيضا نريد أن نقوم بتقديم لهذه الـ article، تقديم لهذه النقطة. نريد تقديم لها الـ title، الـ description، الـ content، الـ author ID والـ أمور هذا. طبعا بالنسبة للـ author ID يمكن أن تفكر بها، يجب أن ربما تقول أنا يجب أن أدخل إلي أن أحصل عليها من الشخص المسجل الدخول فنفسه، لكن هذا أعتقد معقد أكثر من الطريقة التي سنتعامل بها حاليا. نحن نحاول تبسيط الأمور يعني بشكل كبير، فسنقوم ببناء الهيكل وثم سنقوم بالتحسين شيئا فشيئا. فبالنسبة لل data، لنجد data، data ستكون هي data json، فيمكن أن أحصل عليها بهذه الطريقة data json decode، لأنني أنا سأرسل json هنا من البادي json، هنا يجب أن أرسل json. لاحظوا json أنا تحدثت عنه في وقت سابق، هذا الموضوع هل يظهر هذا على الشاشة؟ لا أعرف. إذن لنرى، فإذن أعتقد نعم. فإذن json أنا تحدثت عنه مرة مسبقة أن يجب أن يكون curly brackets، يجب أن تكتب كل شيء double quotation، يعني شرطي اقتباس، شرط اقتباس مزدوجة. وهنا مثلا سنكتب مقالة هنا من التجربة مثلا، و جيد. فإذا هنا أيضا description، سأكتب description باللغة الإنجليزية، nice description، content، و لا أعرف إذا كانت الصورة واضحة، نعم واضحة، فنستمر. فcontent سيكون content here، author ID مثلا واحد، و category طبعا لا داعي إدخال كل الحقول فعليا، لكن أنا سأدخلها كلها، مثلا tech يعني technology، و keywords مثلا keywords مثلا PHP مثلا. فإذا هذه هي عبارة عن JSON object، فبالتالي أنا عندما أذهب لـ PHP هنا أنا سأستقبل JSON. عندما أنا أرسل JSON فأنا قلت أن قلت JSON encode يعني قم بتحويلها لجيسون. لكن عندما أنا أستقبل JSON فعلي فك هذا الشيء JSON decode. فمن هذه الطريقة لأخذ المحتويات من الانبوت، فإذا file get content من الانبوت الخاص بـ PHP، وربما نقرأ عن هذه الطريقة الآن. فقط نحن من جيسون نريد أن نحصل على البيانات بهذا الشكل، ودعونا مثلا نقول أن فقط مبدئيا نرسل جيسون انكود ونرسل array ونرسل أو نرسل نرسل array، لا أعرف هل نرسل نفس الداتا، لا أعتقد. دعونا نفك الداتا قبل ذلك، دعونا نفك هذه الداتا. فهنا يمكن أن نسأل هل جاءنا title من هذه الداتا، هل جاءنا description من هذه الداتا، أو يمكن أن نترك الvalidation لوقت آخر، وهذا الشيء الذي سنقوم به. فإذن يمكن أن نكتب هنا، لاحظوا إذا أردت أن أحصل على title، أردت أحصل على title، فالtitle أحصل عليه من الداتا، الداتا الآن هي عبارة مثل array، هي array، فإذن أحصل على title. هنا أحصل أيضا على description، أيضا content، أيضا author ID، أعتقد اسمه author ID، وأيضا category، وأيضا ماذا؟ keywords، جيد. فإذا هذا كله حصلت عليه. الآن بكل بساطة يمكن أن أخذ هذا وأن أضعه بماذا؟ أن أضعه بأمر SQL، يعني أكتب هنا query SQL يساوي كذا، كذا يعني أمر SQL لإنسيرت هذا. الآن سأريكم، ثم يمكننا بكل بساطة أن نقوم بماذا؟ نقوم بإنسيرت، بتنفيذ هذا الأمر، بتنفيذه بكل بساطة. فيمكن أن نكتب مثلا
إذا تم تنفيذ أمر query، هذا الكويري الذي سأدخله الآن بعد قليل، إذا تم مرة أخرى، إذا تم إدخاله يعني ونتيجة كانت true، فهذا يعني أن فعليا نحن تمت العملية، تم إضافة record للداتابيس. فهنا يمكن أن أرسل JSON وأكتب encode array، سأرسل message، وهذه المسج سأكتب أن the article أو an article has been added، يعني تم إضافة article. لم يكن نتيجة تنفيذ الأمر true، هذا يعني أن هنالك مشكلة، هذا يعني أن هنالك مشكلة بالتنفيذ. فسأكتب هنا message، سأكتب أن there is error أو an error occurred، وأريد إضافة هذا الإيرور بهذا الشكل. طبعا هذا بي بي اتش بي نقطة، هذه النقطة نفسها البلس في جافا سكريبت، أنا كيف تقوم بجمع تو سترينج. طبعا أنا أكتب هكذا لأن أغلب الأشخاص الذين يتابعوني يعرفون أن نحن نتعامل مع، يعرفون جافا سكريبت. فهذا فقط فقط هذا هو، وثم سنقوم بإكزيت لأن لا نريد تنفيذ أكثر من هذا. لكن فعليا ما هو هذا الأمر؟ هذا هو السؤال، ما هو هذا الأمر؟ فبكل بساطة إذا أردت أن تتعلم فعليا، إذا قمت بالنقل على insert هنا وأدخلت مثلا أي شيء، هذا أي شيء، أي شيء مثلا author ID مثلا 5 غير موجود، وهنا أي شيء، وهنا أي شيء، وقمت بالنقل على بول، لاحظوا سيعطيك ماذا؟ سيعطيك الكوماند الذي أو SQL query الذي يجب أن تستخدمه أنت في insert. فيمكن أن تستفيد من هذا فعليا، هذا الشيء يمكن أن تستفيد منه بشكل جيد. فبكل بساطة يمكنك أن تأخذه. طبعا لنرى الارتيكلز هنا لدينا، طبعا هنا وضع الID null بالأمر السابق، لاحظوا الأمر السابق كتب ID null لكنه ليس null، قام بأوتو إنكريمنت له، نحن أدخلنا null بس لكن هو قام بأوتو إنكريمنت فأدخل هنا 3. فذا فعليا الـ SQL query الذي نريد استخدامه هنا هو التالي، والشيء الذي نسخته قبل قليل نفسه. سنقوم بإنسيرت إنتو، طبعا لاحظوا هذه التك، ربما تتساءل ما هذه التك، هذه التك تستخدم لأسماء، للأسماء التابلز، يمكنك أن تقوم بمسحها، ليس لها معنى يعني لا أقصد ليس لها معنى، أن معناها أنها تقول أن هذا اسم جدول أو هذا اسم كولوم، لكن ليست ضرورية يعني، بدونها الأمر سيعمل. فإذا هنا سأبقي التايتل، الديسكريبشن، الكاتيجوري، كل شيء، هذه النار سأمسحها. لكن فعليا أول شيء هنا سيكون هو التايتل، الثاني ديسكريبشن، الثالث الكونتنت، هذه الخمسة هي الأوثر آي دي، هذه هي الكيورد، وهذه هي الكاتيجوري. هذه بوست، هذه النقطة، هذه النقطة لا ليست هذه النقطة، فعليا النقطة هي نفسها السابقة، نفسها هذه النقطة، نفس النقطة هذا، لكن الميثود تختلف، الميثود هي بوست. فذن لنرى، فذن سند، هنالك خطأ أعتقد، بس متأكدة، لكن أنا يفترض مسج هكذا ومسج هكذا. جيد، لنحاول مرة أخرى. فذن سند data json data file get input true، نعم 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 نعم، هذا هو الخطأ. إذن هذا file json decode file contents، وخذ الانبوت وثم تروح. الآن سنقرأ عليه، أتمنى أن لا يوجد خطأ آخر، ربما أنا لم أحفظه بعد التغيير الأخير، نعم لم أحفظه. لاحظوا هذا الخطأ، هذا فعليا من الأخطاء التي تحدث فعليا. إذن الارتيكل has been added، والآن نريد أن نراها بقاعة البيانات، هذا هو دليل أنها تم إضافتها. أوكي، إذن ها هي مقالة من التجربة، ها هي موجودة. وإذا قمنا أيضا بعرض هذه الارتيكلز، فإذا هذه هي الارتيكلز، ها هي العد يبدأ من الزيرو، فدينا 1 2 3 4، يعني 3 يعني 0 3، لدينا 4 ارتيكلز. وإذا حاولت أن أحصل على هذه الارتيكل التي أضفتها بشكل جديد، فإذا ID لها 4، ها هي حضرت، أهلا وسهلا. ربما نقرأ عن هذا الفانكشن كما وعدتكم، function json decode نقرأ عنه، وأيضا file get contents، إذا نقرأ عنه الآن ولنرى النتيجة.
نتيجة البحث الخاص بنا. فدن بداية جيسون ديكود، فدن جيسون ديكود ديكود جيسون سترينج معروف هذا الموضوع. و فإذن البراميترز لدينا the JSON string تحديدا نحن قمنا بجلبه من file contents. وهل تريد أن تعيد associative؟ فإذن true هذا في اللي خصوص الأداي، فحتى نعيد associative array. فإذن لذلك أضفنا هنا true، هذه true نحن أضفناها حتى تعيد لنا associative array، يمكن بمعنى آخر تعيد لنا object بجافا سكريبت، object يمكن من خلالها أن نحصى على النقاط كلها. فإذن هذا مفهوم. فإذن JSON decode هل تريد associative array true or false؟ فنحن قلنا true واستخدمناها. ممتاز. فإذن الآن بالنسبة لفايل get contents، فإذن لنرى عن هذا الموضوع. فإذن file get contents، فإذن ها هو file get contents file underscore get underscore contents reads entire file into a string، يعني يقرأ file كامل على أساس أنه string. فإذن هذا هو file، تضيف له الفايل، لكن نحن لم نضف الفايل، نحن قلنا أننا نحن نريد أن نقرأ من PHP input. لا أعرف إذا سيكون هذه لديها، لا أعرف إذا سيكون لديها توثيق هنا، لنحاول PHP input هل يوجد لديها توثيق؟ لا أعرف حقيقة. فإذا ليس لديها أي توثيق، نعم ها هي. فإذا هذه هي، هذا يمكنك أن تدخل في تدخل من خلالها للإنبوت والأوتبوت ستريمز. ممتاز. فإذا يمكنك أن تدخل للستاندرد إنبوت، ستاندرد أوتبوت، ستاندرد ستاندرد إيرور. طبعا الذي يعرف لينوكس يعرف هذه الأمور. ستاندرد إنبوت، إنبوت المكان الذي تدخل به البيانات، ستاندرد أوتبوت مكان خروج البيانات أو مكان ظهور البيانات أو عرض البيانات، والإيرور هو الإيرور الخطأ يعني. بالنسبة للستاندرد إنبوت فنحن قمنا بأخذ البيانات من ستاندرد إنبوت. فإذا من أين جاءتنا البيانات فعليا؟ فعليا جاءتنا من هنا من نقاط الـ API من Body Post. فإذا هذا هو اللي كان الستاندرد إنبوت، وبالتالي نحن قمنا بأخذ البادي هذا وضعناه في file contents الذي يقرأ ملف كأنه string، وبالتالي كان الملف الذي لدينا هو الانبوت قام بقراءته ثم حولناه. قمنا لأن النتيجة أصبحت JSON، فقمنا بديكود لهذا النتيجة JSON، فقمنا بديكود لها وقمنا بإعادة associative array التي هي فيها كل البيانات التي قمنا بإرسالها من البادي. واضح؟ واضح أم صعب هذه المعلومات؟ هل كانت مفيدة؟ أتمنى ذلك. فإذا الموضوع الثاني الديليت بالنسبة لي هي أسهل نقطة فعليا، يعني الديليت هي أسهل نقطة. لكن قبل الانتقال للديليت فأنا أريد أن أكتب هنا شيء، هنا أريد أن أكتب to do validate input وأيضا sanitize هذه النقطة، وأيضا هنا أو input data أريد أن أكتب data حتى أعرف أنها هي الداتا. هذا التعليق أيضا أريد أن أضيفه هنا. أين هنا عندما جاءتني الـ article ID أيضا يجب أن أقوم بسينيتايز لها. فعلي هنا validate sanitize query ID query، يعني article ID جيد في كل مكان يجب أن تفكر بهذا الموضوع. فإذا نكمل، لاحظوا إذا أردت أن أقوم بـ update لـ article فأكيد ستكون لدي الميثود هي put method. أيضا يجب أن يكون لدي هنا ID مثلا واحد، أنني أريد article واحد أن أقوم بتعديلها، صحيح؟ زائد يجب أن يكون لدي هنا ماذا؟ البادي الذي هو title, description, content إلى آخره. فسأقوم باتباع نفس الطريقة السابقة، ما رأيكم؟ نفس الطريقة السابقة فأقوم بنسخ لصق لأنها نفس الشيء تقريبا نفس الشيء. فسأقوم بنسخ هذا ولصقها هنا. هل تم تغيير أي شيء؟ أحيانا عن طريق الخطأ أقوم بتغيير كل الكيس للملف، يعني يصبح lower case أو upper case وتكون الكاريتا هنا. فإذا update الميثود ستكون put method، لكن هنا هنالك اختلاف أنني أحتاج الـ ID، وبالتالي هنا سنكتب شيء، نكتب if
الست ماذا؟ هل هو محدد ال ID get ID والمحدد هو ال query get ID يعني من هنا هذا هل هو محدد؟ هل هو موجود؟ هل تم إضافته؟ هذا هو السؤال. إذا كانت تم دعوني أجلب ال to do. أين هي ال to do؟ هذا فا 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 هنا. إذا كانت ال article محددة ال ID عفوا article ID بالتالي هنا يجب أن أكتب article ID يساوي ال get ID يساوي هذا واضح ويجب أن أقوم ب validate له في المستقبل يعني أفكر بالمستقبل أن أقوم ب validate لهذا الموضوع ثم سأجلب ال get data من ال data سأجلبها بهذا الشكل وكذا الداتا جلبنا الداتا من الانبوت نفس الشيء لأن حتى لو كنا نريد تعديل نريد أن نجلب الداتا جلبنا التايتل جلبنا الديسكريبشن جلبنا كل شيء أيضا نريد أن نجلب كل شيء هنا كل شيء هنا جيد بهذا الشكل نريد أن نجلب الـ SQL query نريد أن نقوم بتطبيق الـ SQL query إذا كانت نتيجة التطبيق صحيحة فنحن نريد أن هنا article has been edited successfully إذا لم يكن صحيحا نحن نريد أن نعرض هذا الخطأ إذا كان موجود لاحظوا أن فعليا إذا لم يكن هنالك ID فكيف سنقوم بالتعديل ماذا سنقوم بتعديل ماذا فهذا ID هنا إذا كان محدد ممتاز إذا لم يكن محدد إذا هذه النقطة هنا سأكتب else وسأرسل JSON أيضا لكن هذه الجيسون ستكون أن مسج article not found إذن هنا سأكتب article not found طيب article not found وانتهينا طبعا مجرد أن نقوم بإكزت السكريبت كامل ممتاز فأعتقد هذا هو إذا كانت الID محدد فنحن نقوم بالعملية لو كان محدد سنقول له أن article not found أو ليس article not found يجب أن نقول له فعليا عفوا ليس article not found نريد أن نقول له ID not specified أو أنت not provided عفوا article ID not provided جيد ممتاز article ID not provided أما إذا كان provided فهذا ممتاز سنقوم بأخذ data لكن أيضا يمكن أن نقوم بمرة أخرى هنا أن ماذا نفعل مرة أخرى أن نطلب الID إذا كان موجود أو لا لا أعرف يعني نطلب هل هذه الأرتيكل موجودة أو لا دعونا نرى النتيجة مثلا بالنسبة لـ SQL query هنا لا نريد insert into بل نريد update إذن update الأرتيكلز لكن طريقة الأبديت هنا تختلف الأمر كله يختلف فعليا ف مثلا لنرى دعوني أقوم بمسحه هكذا جيد وأذهب لـ phpMyAdmin أطلب المساعدة إذا كانت ستعطيني أم لا مثلا هذا إذا أردت إدت لها وكتبت شيء هنا شيء هنا شيء هنا شيء هنا هنا شيء وGo هل ستكتب لي الأمر؟ نعم كتبت لي الأمر update كذا وثم تكتب set title يساوي كذا description يساوي كذا و ممتاز لاحظوا النهاية where next articles dot id طبعا هذا يمكن أن تكتب id بدون next articles يعني بدون أن تحدد لكن هو يعطيك الأمر بالطريقة يعني perfect يمكن أن تكتب where id يساوي 3 سأقوم بنسخه وجلبه هنا جيد فإذا هنا update articles set title هنا title يساوي title المزود description المزود الكونتنت المزود author id المزود keywords المزودة والكاتيجوري المزودة وهذا يمكن أن تحذفها هكذا تحذفها وتبقي الـ id لكن سنبقيها كما هي لكن الـ id هذا الـ id يجب أن يكون article id بس لكن دعوني أتأكد اسمه article id اسمه letter فعليا تبقى شيء معين هنا أن بخصوص الإدت
أن الشخص يمكن أن لا يزود التايتل ديسكريبشن، يمكن فقط أن يزود التايتل، فقط يريد تعديل التايتل. فبهذه الحالة أنا لا أريد مثلا أن يتم تزويد، فبهذه الحالة لا أريد أن يتم يعني مسح الأشياء السابقة، أو لا أعرف كيف سيكون ذلك. لكن دعونا مبدئيا نرى هل سينفع هذا الشيء. الارتكل الذي أريد تعديلها هي الاي دي، لها ثلاثة، سنعدلها من هنا، سنختار بوت، سنكتب هنا ثلاثة، البادي هنا سنغيره. فمثلا هنا سأكتب، عفوا، إذا هنا edited article 3 description، سأضيف فقط ثلاثة، هكذا content here ثلاثة، author ID سأضيف ثلاثة، كل شيء سأضيف له ثلاثة. ثم نستعرض المشكلة إذا نجحنا. طبعا ربما الآن نجد خطأ، لنرى. ف send article has been added successfully. إذا لنرى، هذا هي title articles، نعم تم التعديل بنجاح، ممتاز ممتاز. طيب ماذا لو أنا مثلا لم أدخل هذه الأشياء كلها، هذا لم أدخلها، فقط أدخلت التايتل وقلت أن، قلت أن مثلا تايتل هكذا سنت. لاحظوا هنالك خطأ، ظهر لي أخطاء كثيرة وهذا شيء متوقع. لكن لنرى النتيجة هنا بالديتابيس، لاحظوا بالديتابيس لم يتغير شيء وفعليا حدث خطأ. الخطأ أن التايتل هذا غير موجود، لأن الديسكريبشن عفوا تايتل موجود، ديسكريبشن غير موجود، كونتنت غير موجود، فهذا كله غير موجود. فهذا أنا سأقوم بكتابة ملاحظة له، to do if or just edit the fields entered or provided by the user and neglect or forget or لا أعرف neglect، هكذا تكتب neglect، نسيت كيف neglect، هكذا neglect other fields. يعني فقط قم ب إذا أدخل التايتل فقط عدل التايتل، ابقى الباقي. إذا أدخل التايتل ديسكريبشن عدل التايتل ديسكريبشن، اترك الباقي كما كان، اترك الباقي كما كان بالديتابيس. فإذا ممتاز ممتاز، هل أنتم سعيدين بهذا الإنجاز؟ يعني إنجاز جيد جدا، إنجاز ممتاز فعليا. والآن سنكمل مع الديليت. الديليت أين هو الديليت؟ الديليت، لاحظوا الديليت نفس الفكرة الآن. طبعا سأجيب على الأسئلة الأخرى بعد الانتهاء من الديليت حتى يكون لدينا إنجاز اليوم فعليا وثم نكمل. فبالنسبة للديليت، فبداية نحتاج الجيت، وسنختار الاي دي، وإذا كان هنالك اي دي يعني article اي دي، لأن بالتأكيد أنت تريد أن تحذف تحتاج الاي دي. البث طال جدا، كم الساعة الآن؟ الساعة تقريبا 9 تقريبا يعني. فهنا سنكتب SQL query للديليت، الآن سنكتبه، لا مشكلة أيضا هنا لاحظوا فورا سنكتب، إذا لم يكن هنالك لم يزود الاي دي، نريد أن نكتب له رسالة، نقول له array message invalid أو اي دي not provided. طيب لا ننسى السيمي كولون في النهاية، وهذا هو الكويري الآن سنراه. ونفس الفكرة الآن سنكتب، إذا كان الكونكشن كويري لـ SQL كويري يساوي true، فنحن نريد ايكو. مرة ثانية سأقوم بالنسخ واللصق حتى لا أتعب نفسي، else عفوا هكذا. فإذا إذا كان الكويري صحيح سنكتب the article has been deleted، غير ذلك نفس الفكرة سنقول هنالك error، وهذا هو الـ error أو error deleting the article. ويا ترى ما هو هذا الـ error؟ سنأخذ استعانة مع قاعدة البيانات، استعانة بالـ error الخاص بها. انتهينا، جميل، لكن لم ينتهي بعد، لأن يجب أن نكتب هنا الـ SQL query. نفس الشيء سنستعين بماذا؟ سنستعين بـ phpMyAdmin لفهم هذا الكويري. يمكن أن أكتب delete الآن، لكن سأقوم بكوبي لتكرار هذا. فإذن أصبح الآن لدي، لاحظوا هذا، فأنا أريد حذف هذا، فيمكن أن أكتب هنا delete. هل تريد delete؟ نعم أريد delete. طبعا لم يظهر لي الكويري، نعم ها هو في الأعلى، لا لم يظهره لي للأسف. فإذن دعوني أقوم بكوبي مجددا، لأن ربما
أظهر لي الكويري بالمربع يعني هنا فتقوم ديليت. نعم هذا هو. Do you want to delete هذا؟ فإذا كتب لي هنا الكويري نعم سأنسخ الأمر وأضيفه هنا. لنقرأ الأمر delete from اسم الجدول في مكان الـ ID يساوي ماذا؟ article. ممتاز. فإذا الآن أنا فعليا سأقوم بتطبيق delete وعلى 6 عفوا ما هذا عفوا أنا آسف 6 و send. فإذا article has been deleted. لنرى هنا هل تم فعليا حذفها من الباك اند من ال... نعم تم حذفها. الآن سنحذف 3 فإذا ID 3 حذف نعم تم حذفها. الآن ننظر 3 تم حذفها ممتاز. طيب ماذا لو كتبنا مثلا 30؟ سيقول لي أيضا الارتيكل has been added deleted. فإذا هذه مشكلة هذه مشكلة لأن لا يوجد article بهذا الاسم. جيد هذه هي فعليا يمكن أن تفكر بها كمشكلة فعليا ويمكن أن تفكر بها كشيء إيجابي. لماذا؟ لأن مثلا إذا قام شخص مثلا غير لا يعرف الداتابيس شخص ربما ليس له نوايا جيدة مع الداتابيس فالشيء الذي سيقوم به مثلا سيحاول مثلا delete article 30 وهي فعليا غير موجودة فيرسل له هنا النتيجة أن فعلا تم حذفها وهي أصلا غير موجودة. وأيضا فكرة أخرى أنها هي غير موجودة فحتى لو تم حذفها فهي غير موجودة يعني حذفتها أم غير لم تحذفها فهي غير موجودة. فربما أن نبقي هذا السيناريو يعني ليس سيناريو سيء إلا إذا كان لديكم فكر آخر يمكنكم أن تخبروني به لاحقا. لكن أفكر أنه ليس شيء جيد أن بهذا السيناريو. لكن السيناريو الآخر هو أن نحذف الـ ID نهائي يجب أن يرسل له رسالة يقول له ID not provided. هذا السيناريو يعني هذا الشيء يجب أن يكون لأن بالنهاية نريد أن ماذا أن نرشد اليوزر أن يزود الـ ID حتى يحذف الـ article. جيد؟ فأعتقد هذا شيء جيد. وأيضا الفكرة الأولى الفكرة الثانية بهذا الموضوع أن لا يجب أن نفصل أكثر الكثير عن اليوزر. لا يجب أن نفصل له. لا يجب أن نحدد له المشكلة 100%. أنا أقصد باليوزر لا أقصد اليوزر النهائي أو اليوزر الذي يريد أن يستخدم التطبيق. لا أنا أقصد باليوزر يعني المستخدم العادي مثلا هذا API. أنا هذا ليس تطبيق للمستخدم هذا API. فالمستخدم الـ API سيكون على الأقل هو developer. فأنا لا أريد أن كلما يحدث خطأ ما أن أقول له المشكلة 1 2 3. لا أنا أريد أن أعطيه رسالة خطأ عامة general error message أو generic error message عامة حتى لا يحدد الخطأ. وهذا الشيء جزء من الحماية. يعني يمكن أن نبدأ الآن بهذا الموضوع أن نكتب copy articles PHP ونقوم بـ users.php نفسه وثم نفتح ملف users.php. فقط أنا أريد إنشاء كود صغير جدا بسيط جدا. هذا كله البوس الديليت هذا كله لا أحتاجه. الآن include once جيد نأخذ الـ ID جيد. لكن نحن الآن لا نحتاج الـ article ID. نحن فعليا نحتاج الـ user ID لأننا نريد جلب معلومات الـ user و user ID. الآن يجب أن نقوم بـ validate sanitize. لماذا؟ للـ user ID نتأكد هو number وليس script وليس شيء ضار. الآن بالنسبة لـ SQL query سنقوم بـ select all from next users where ID يساوي user ID. جيد. فإذا الآن سنطبق هذا الأمر. إذا حصلنا على نتيجة ممتاز نريد أن نعيد هذا اليوزر. عدا ذلك نريد أن نقول أن لا يوجد يوزر no user found. وبالنسبة لهذا القسم من هذا القسم من القسم من السكريبت لا نحتاجه. فإذا exit فإذا فقط فإذا هذا هو. فإذا لنجرب العملية لنرى. فإذا هنا سنذهب إلى users وهنا ID 1. طبعا هنالك خطأ. ما هو هذا الخطأ؟ فإذا لنرى. طبعا دائما بنهاية كل شيء يكون هنالك أخطاء كثيرة. هل هو اسمه next user؟ دعونا أتأكد من اسمه بداية ثم أرى ما هو الخطأ. فاسمه next user صحيح.
إذا ما هو الخطأ؟ إذا ID هو user ID. نعم الخطأ users dot php ID هو فعليا raw data. نعم undefined user بأي سطر؟ لا يوجد سطر. طبعا undefined variable user أين وضعت أنا كلمة user؟ نعم هذا لأن يجب أن نسميها user. هذا هي من أضرار النسخ واللصق، أنك تنسخ وتلصق شيء ليس له علاقة. نعم جاءني اليوزر، إذن هذا هو الاي دي. إذا قمت أنا باثنين فإذن الآن ظهر لي اثنين، وإذا كتبت 20 فإذن no user found. فإذن أعتقد انتهينا من موضوع الـ API. صحيح أنا يوجد هنالك يعني نقاط يجب أن نحسنها، مثلا validate, sanitize، نقاط بالإدت يجب أن نعدلها، صحيح هذه الأمور، لكن بشكل عام انتهينا من هذا الموضوع. الآن بكل بساطة يمكن أن نطلب هذه الارتيكلز، هذه النقاط، هذه النقاط يمكن أن نطلبها من تطبيق Next.js، هذه يمكن أن نطلبها من تطبيق Next.js هنا. فبدلا أن نعرض هنا المقالات، أين هي المقالات؟ كل المقالات بدلا أن نعرض مقالات هنا من Array، نعرض المقالات الموجودة هنا. كيف نقوم بطلب نقطة الـ API التي قمنا بتصميمها في السكريبت هنا؟ فالآن Next.js لاحظوا بالمخطط هذا الذي رسمته في أول البث، لدينا هنا Next.js. هذه Next.js طلبت من الـ API الذي قمنا بإنشائه الآن، طلبت غدا ستطلب أو يوم السبت ستطلب من هذا الشيء، ستطلب البيانات الارتكل يوزر، هذا سيطلب من قاعة البيانات وهذا سيعيد له. طبعا الرسم أعرف ليس جميل لكن هذه هي الفكرة. فإذا أعتقد انتهيت أنا من هذا القسم.